أهلا وسهلا بكم في المحاضرة رقم 11. دي آخر محاضرة وآخر توبيك لينا مع بعض في المادة ديت. إن شاء الله يكون كل التوبيكس اللي شرحت قبل كده كانت سهلة ويسيرة على حضراتكم، وبإذن الله التوبيك ده كمان يبقى سهل وبسيط. وتعالوا نشوف مع بعض إيه هو آخر توبيك في المادة. احنا هنتكلم عن chapter 11 اللي هو standard costs and variances. over المحاضرات السابقة اتكلمنا عن الماستر بادجت، اللي هي ازاي نحط ميزانية للشركة، وبعد كده اتكلمنا عن البرفورمانس ايفالويشن، ازاي نقيم اداء الشركة. احنا هنا هنشوف هو ليه في اختلافات من الاداء الفعلي عن الاداء المخطط ليه. النهاردة هنتعلم عن الاختلافات دي. الاختلافات دي بتحصل ليه او ايه سببها؟ فتعالوا نشوف مع بعض. learning objectives اللي احنا هنغطيها النهاردة هتبقى explain how and why standard costs are developed. الستاندرد costs دي هي نوع من انواع البنشمارك، او نوع من انواع البادجتد costs اللي احنا بنحطها للشركة as budgeted numbers المفروض ان انا احاول اوصل لها. compute and evaluate the direct material variances، ازاي هنحسب الفارينسز لدايركت ماتيريال. compute and evaluate the direct labor variances، ازاي نحسب ال variances لل direct labor. compute and evaluate the variable overhead variances، ازاي نحسب ال variable overhead variance، وازاي نحسب ال fixed overhead variance. كل ده ان شاء الله هيتم مناقشته في المحاضرة مع بعض. وزي ما قلت لحضراتكم احنا هنا هنتعلم ليه في فروق ما بين ال budgeted performance وما بين ال actual performance. هننتقل لكلمة standard cost. يعني ايه اصلا standard cost؟ اساسا من الاساس standard cost هي عبارة عن benchmarks خلاص او norms for measuring the performance. احنا بنحط ارقام معينة المفروض ان احنا هنتحاسب عليها، اي مدير هيتحاسب عليها. طيب in managerial accounting two types of standards are commonly used. احنا في اتنين standards المفروض احنا بنستخدمها عشان نحط الارقام المتوقعة كاداء من الادارات المختلفة. عندنا حاجة اسمها quantity standards اللي هو ايه، قد ايه انا هستخدم input علشان اعمل البرودكت او عشان اعمل السيرفيس. تمام، يعني مثلا لو دارك ماتيريال انا هجيب كم كيلو جرام، كم جرام، كم لتر، حسب طبعا الايه طبيعه الماتيريال دي. الدايركت ليبر اورز هستخدم كام اور، دي الكوانتيتي ستاندرد. كمان عندنا حاجه اسمها برايس ستاندردز اللي هو ايه، قد ايه انا هدفع لكل وحده من وحدات الماتيريال، قد ايه انا هدفع لكل ساعه من ساعات الليبر، قد ايه انا هدفع لكل يونت خاصه بالفاريبل اوفر هيد والفيكسد اوفر هيد اند سو اون. فاحنا عندنا حاجه اسمها كوانتيتي ستاندرد وبرايس ستاندرد، ومفروض ان احنا بنقيم اداء الشركه بيزد على الاختلافات الخاصه بالبرايس او الاختلافات الخاصه بالكوانتيتي. اختلافات معناها اختلاف اداء فعلي عن الاداء المتوقع. طيب احنا دلوقتي لو هنتكلم عن الدايركت ماتيريال ستاندردز، فاحنا بنحط لها ستاندرد كوانتيتي بير يونت وبنحط لها ستاندرد برايس بير يونت. تمام، فانا summarized in a bill of materials يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي عارفه انه الوحده الواحده من المنتج بتستخدم كميه معينه من الكوانتيتي، وببقى عارفها في صوره انفويس، في صوره فاتوره، ببقى عارف انا استخدمت قد ايه من ماتيريالز. تمام، طيب اوكي، الستاندرد برايس بير يونت بقى اللي هو ايه، اللي هو انا دفعت كام، انا دفعت كام ككوست اوف ماتيريال خلاص اوكي لكل وحده من الماتيريال او لكل وحده من المنتج. والكوست ده بيبقى عباره عن البيرشيس برايس بتاع الماتيريال ناقص اي ديسكاونتس انا اخدتها ساعة ما بشتري الماتيريالز. لو هنتكلم عن سيتنج ستاندردز للدايركت ليبر، او احنا اول حاجه اتكلمنا عن الماتيريالز، لو اتكلمنا عن الدايركت ليبر فاحنا هنحط ستاندردز اورز، كميه الساعات اللي احنا هناخدها بير يونت
خلاص، فاحنا خدنا قد ايه تايم وخدنا قد ايه حركة محتاجة محتاجينها عشان ننتج واحدة من المنتج، وعندي ستاندرد ريت بير اور، انا دفعت كام لكل ساعة استخدمت في الانتاج، فايه هي بقى. فدايما بتبقى سنجل ريت، بتبقى ريت سنجل جدا، بتستخدم علشان تو ريفلكت الميكس اوف ويجز ايرند، يعني هي بتستخدم علشان اعرف هو الساعة كلفتني قد ايه شغل عمالة. ف الستاندرز كالآتي: كمية بعدد ساعات، والتانية برايس دفعت قد ايه في الساعة. لو انتقلنا للستاندرد الخاصة بالفاريبل او مانيفاكتشرنج اوفر هيد، فاحنا بنتكلم عن الكوانتيتي. الكوانتيتي ده احنا بنتكلم على اوفر هيد، فالاوفر هيد دايما بيبقى ليه علاقة بالكوست درايفر لو تفتكروا، خلاص. فالكوست درايفر دايما بيبقى لو احنا بنستخدم التراديشنال ميثود اللي هي الجوب اوردر كوستنج، فاحنا بنستخدم الدايركت ليبر. ف الكوانتيتي هي هتبقى عبارة عن الكوانتيتي بتاعت الاكتيفيتي اللوكيشن بيز، يعني الكوست درايفر، تمام، اللي هي مخصصه لتوزيع الاوفر هيد. لو احنا بنستخدم التراديشنال كوستنج هيبقى الدايركت ليبر اورز، لو احنا بنستخدم الاكتيفيتي بيزد كوستنج فيبقى الكوست درايفر الخاص بكل اكتيفيتي. وفي عندي حاجه اسمها برايس ستاندرد، يعني ايه؟ يعني الريت، يعني الريت اللي احنا بنطلعها، يعني كل ساعه بيكلفني قد ايه فاريبل اوفر هيد. فالريت اللي هو بيعتبر فاريبل، خلاص، اللي هو الخاص بالبريتد مايند اوفر هيد ريت. يعني الفاريبل اوفر هيد ده لما بقسمه على الدايركت ليبر اورز بيطلع لي ريت. الريت دي هي الستاندرد برايس اللي انا المفروض استخدمها في الستاندرز بتاعتي، والنمبر اوف اورز هي كميات الستاندرز اللي انا المفروض استخدمها برضو في الستاندرز بتاعتي. بالنسبه للفيكس كوست، فالفيكس كوست دايما بيبقى يعني فيكست ان توتال، مالوش علاقه قوي بالاورز، مالوش علاقه قوي ببرايس معين، فبيبقى فيكست ان توتال. طيب، فاحنا مثلا دلوقتي عندنا A و B. ايه هو A وايه هو B؟ تعالوا نشوف مع بعض. ده ستاندرد كوست كارد فور 1 يونت اوف ا برودكت. خلاص، الستاندرد كوست كارد يبقى عامل ازاي؟ انا عندي هنا دايركت ماتيريال ودايركت ليبر وفاريبل اوفر هيد. في عندي ستاندرد كوانتيتي، هستخدم قد ايه، انا عملت لها ستاندرد قد ايه لكل وحده، اوكي. وهنا برايس، البرايس لكل وحده من الماتيريال كانت كذا، لكل ساعه من الدايركت ليبر كانت كذا، لكل ساعه خاصه بالريت بالدايركت بالفاريبل اوفر هيد كانت كذا. وبالتالي انا طلعت الستاندرد كوست هيبقى 12 في دايركت ماتيريال، 35 في دايركت ليبر، والفاريبل اوفر هيد يبقى 7.5. فده الستاندرد كوست في الاخر طلع ب 54.5، ده من غير ما اخد في اعتباري اي فيكس اوفر هيد، لان زي ما قلت الفيكس اوفر هيد هو بيبقى فيكس ان توتال، مش علاقه قوي بالنمبر اوف اورز او حاجه، ولكن احنا ممكن نقسمها على نمبر اوف اورز عشان نحصل على ستاندرد كوست. طيب دلوقتي انا اما هستخدم الستاندرد ان ذا فليكسيبل بادجتس ازاي؟ يعني ايه فليكسيبل بادجت اصلا؟ حلو، طيب تمام. انا دلوقتي المفروض ان انا حاطط كوانتيتي معينه استخدمها لعدد يونتس معينه، تمام؟ والمفروض ان دي اللي محطوطه عندي في الايه، في البادجت اللي انا هحاسب عليها اي حد داخل الاداره. طيب دي اسمها ستاندرد بادجت. طب في حاجه اسمها فليكسيبل بادجت. يعني ايه فليكسيبل بادجت بقى؟ فليكسيبل بادجت يعني انا ممكن اغير فيها الكوانتيتي بس استخدم نفس البرايس، اوكي. تعالوا نشوف مع بعض. ستاندرد كوست بير يونت فور دايركت ماتيريال ودايركت ليبر والفاريبل اوفر هيد كان بي يوزد تو كومبيوت اكتيفيتي اند سبيندنج فيرينسز. يبقى انا كده عاوز استخدم الفلكسبل بادجت علشان اطلع اختلافات في الاكتيفيتي. يعني اختلافات في الاكتيفيتي يعني ايه؟ يعني في الكميات، انا الكميات انا حطيتها اختلفت بقد ايه، وفي السبيندنج يعني البرايس، البرايس اللي اشتريت بيه وحده الماتيريال اختلف قد ايه، البرايس اللي دفعته في الدايركت ليبر كوست بير اور اختلف قد ايه، الريت اللي انا حسبت بيها الفاريبل اوفر هيد اختلفت فعليا بقد ايه. اللي بيساعدني ان انا الاقي الاختلافات دي، ان انا اقدر اوصل للاختلافات دي، ان انا اوصل ما بين الانتاج الفعلي وما بين الستاندرد كوستنج، هو حاجه اسمها فليكسيبل بادجت. فليكسيبل بادجت حاجه كده في النص ما بين الستاندرد كوستنج وما بين، او الستاندرد بادجت وما بين الاكتوال بيرفورمانس، بتساعدني ان انا الاقي الديفرنسز ما بين الفعلي والمتوقع، ما بين الاكتوال والستاندرد. ازاي؟ فليكسيبل بادجت دي بتخليني اطلع فروق في الاكتيفيتي كميات، وفروق في الايه، في السبيندنج. طيب اوكي،
وهنا بيقول ان spending variances بقى become more useful by breaking them down into price و quantity variances. تعالوا نشوف مع بعض ازاي الفلكسبل بادجت هتساعدني ان انا اطلع الاختلافات اللي بتحصل في الكوانتيتي والاختلافات اللي بتحصل في البرايس، واللي بتساعدني اصلا ان انا اوصل للاختلافات ما بين الاداء الفعل وما بين الاداء المتوقع اللي هو الاكتوال بيرفورمانس والستاندرد بادجتنج او الستاندرد كوستنج، مش تفرق كتير يعني كمسميات. طيب انا دلوقتي عندي حاجه اسمها جنرال موديل اوف دي فارينس، خلاص يعني ايه؟ انا عشان اطلع اختلافات فارينس ما بين الاكتوال بيرفورمانس والبادجت بتاعتي او الستاندرد كوست او الستاندرد بادجت، فالفارينس ده بيبقى في حاجتين، الحاجتين اللي انا لسه عامله لهم ستاندردز اللي هم الكوانتيتي فارينس والبرايس فارينس. اوكي، واحنا قلنا في مسافه كبيره ما بين الاكتوال بيرفورمانس والستاندرد كوستنج. ليه؟ لانه الستاندرد كوستنج بيبقى فيه ستاندرد كوانتيتي وستاندرد برايس، والاكتوال بيرفورمانس بيبقى فيه اكتوال كوانتيتي واكتوال برايس. طب احنا ازاي نقارن ما بين حاجتين ومفيش نقطه تلاقي في النص؟ النقطه اللي في النص دي هي الفلكسبل بادجت، هي اللي بتخليني اطلع فارينس الخاص بالبرايس وفارينس خاص بالكوانتيتي. ازاي؟ تعالوا هنشوف اكتر. بس الاول يعني ايه اصلا كوانتيتي فارينس؟ هو الفرق ما بين الاكتوال كوانتيتي والستاندرد كوانتيتي. طيب وايه البرايس فارينس؟ هو الفرق ما بين الاكتوال برايس والستاندرد برايس. تمام، وطبعا الفروق دي مهمه جدا جدا عشان البرفورمانس ايفالويشن، وعلشان نعرف الاختلافات دي هل هي ماتيريال مهمه ولا مش مهمه، ولو مهمه احنا ازاي هنعالجها. طيب احنا ليه اصلا بنفرق ما بين البرايس فارينس والكوانتيتي فارينس؟ خلاص، او ليه اصلا بنحط ستاندردز للبرايس بس والكوانتيتي بس؟ فالبرايس والكوانتيتي ستاندردز ار ديتيرمايند سيبريتلي، بيتم يعني ان احنا نعدهم بطريقه منفصله لسببين اتنين. يا ترى ايه هما السببين دول؟ ايه هما بقى التو ريزنز دول؟ ديفرنت مانجرز are usually responsible for buying and using inputs. For example, the purchasing manager is responsible for raw materials purchase prices and the production manager is responsible for the quantity of raw materials used. لان اصلا اللي بيشتري الرو ماتيريال مختلف تماما عن اللي بيستخدمها، فبالتالي مهم جدا اطلع فيرينس لخاص بالبرايس للبرشيسنج ديبارتمنت للاداره الخاصه بالمشتريات، و اطلع فيرينس خاص بالكميه لاداره التصنيع. فانا كده اقدر اتابع الاداء الخاص بكل اداره على حده. فده اول سبب. السبب الثاني انه buying and using activities occur at different times. Raw materials purchases may be held in inventory for a period of time before being used in production. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا لازم اطلع price variance و quantity variance بطريقه مختلفه. ليه؟ لانه ممكن اصلا اشتري الحاجه وما استخدمهاش، او بمعنى اصح ما بيعهاش. مثلا لو انا مرشندايز انفنتوري، لو انا يعني ايه مرشندايزنج كومباني، فبالتالي انا لما هاخد الحاجه واحطها عندي، طب انا عايز اطلع لها فيرينس، اطلعها فيرينس ازاي وانا لسه ما استخدمتهاش الرو ماتيريالز في التصنيع؟ يبقى اطلعها لها برايس. فعلشان مش كل الاستخدامات بتبقى في نفس الوقت اللي بيتم فيه الشراء، فالموضوع كده بيخليني محتاج ان انا اقسم الفيرينس لبرايس و كوانتيتي، ولانه اصلا كمان ممكن اللي بيستخدم الشيء او الريسورس يبقى مختلف عن الاداره اللي جابته اصلا واشتريته، فكده الشراء خاص باداره والاستخدام خاص باداره تانية، فده بيخلي اكتر في احتياج انه يتم حساب البرايس فيرينس لوحده والستاندرد كوانتيتي فيرينس لوحده. اوكي، هنراجع تاني بقى ازاي هنعرف نعمل الفيرينس اناليسز الخاص بالماتيريالز. فاحنا قلنا ان الفيرينس اناليسز متقسم ل برايس فيرينس ومتقسم ل كوانتيتي فيرينس. فاحنا لو هنتكلم على الكوانتيتي فيرينس، فانا محتاجه ان انا اطلع ماتيريالز كوانتيتي فيرينس، محتاجه ان انا اطلع ليبر افشنسي فيرينس، محتاجه ان انا اطلع فيريبل اوفر هيد افشنسي فيرينس. يبقى انا لما جيت اتكلم على الماتيريال قلت كوانتيتي فيرينس عادي جدا بمنتهى البساطه، لكن لما اتكلمت عن الليبر قلت افشنسي فيرينس. ليه؟ لانه هو لو استخدم عدد ساعات اقل او اكتر فده معناه انه في مشكله في الكفاءه او في اجتهاد جاهز
جامد جدا في الكفاءه. فكلمه efficiency هي اللي بتعبر عن الكوانتيتي فارينس الخاص بالليبر، ولان الفاريبل اوفر هيد متعلق بالدايركت ليبر اورز فبرضه عدد الساعات سواء قل او زاد فده ليه علاقه بالكفاءه. فعشان كده الكوانتيتي فارينس الخاص بالليبر والفاريبل اوفر هيد بنقول عليه efficiency فارينس، اما الكوانتيتي فارينس الخاص بالماتيريالز بنقول عليه كوانتيتي فارينس عادي جدا. طيب بالنسبه للبرايس فارينس بنتكلم عليه ازاي؟ في الماتيريالز بنقول عليه برايس فارينس عادي جدا، اللي هو الفرق ما بين الاكتوال برايس والستاندرد برايس. اما بالنسبه للليبر كوست او للفاريبل اوفر هيد احنا بنقول عليه ريت فارينس، لانه في الليبر احنا بندي كوست بير اور فده ريت، وفي الفاريبل اوفر هيد بندي برضو كوست بير دايركت ليبر اور فده كمان ريت. خلاص فاحنا هنا بنقول عليه ليبر فارينس او بنقول عليه فاريبل اوفر هيد فارينس ريت بقى، ريت فارينس لانه انا بتكلم على الساعه والساعه دي تعتبر ريت، فالاختلاف ما بين سعر الساعه الحقيقي وسعر الساعه اللي في ستاندرد اسمه ريت فارينس مش برايس فارينس. اوكي طيب تعالوا بقى ننتقل ل السلايد اللي بعد كده ونشوف احنا ازاي هنحسب اصلا الكلام ده، وهل الموضوع يعني ممكن يبان هنا صعب، ولكن الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل جدا 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 جدا. احنا المفروض اساسا نكون عاوزين نوصل لحاجه اسمها spending variance. يعني ايه spending variance؟ يعني انا دفعت كام حقيقه قصاد انا كنت عامل حسابي ادفع كام، يعني الفرق ما بين الاكتوال بيرفورمانس من ناحيه الكوست وما بين الستاندرد كوستنج او الستاندرد بودجت من ناحيه الكوست، فده اسمه spending variance. خلاص طيب انا دلوقتي هطلع الكلام ده ازاي، انا هجيبه ازاي؟ احنا قسمناه لحاجه اسمها كوانتيتي فارينس، خلاص اللي هي اسمها كوانتيتي فارينس في الماتيريالز، واسمها افيشنسي فارينس في الليبر، وافيشنسي فارينس في الفاريبل اوفر هيد، وحاجه ثانيه اسمها برايس فارينس، خلاص اللي هي ماتيريالز برايس فارينس وليبر ريت فارينس وفاريبل اوفر هيد ريت فارينس. احنا ايه هدفنا في الكوانتيتي فارينس؟ ان احنا نشوف الفرق في الكميات ما بين الكميه الحقيقيه الاكتوال كوانتيتي ما بين الستاندرد كوانتيتي. الكوانتيتي دي زي ايه؟ زي عدد الساعات اللي استخدمت في الليبر، او عدد الساعات اللي استخدمت في ريليشن للفاريبل اوفر هيد، او الكميه الخاصه بالماتيريالز. اما في البرايس فارينس احنا بنلاقي الفرق ما بين البرايس الفعلي يعني الثمن الفعلي اللي انا اشتريت بيه الحاجه، وما بين الثمن الستاندرد اللي انا ايه كنت عامل حسابي اعمله، يعني الاكتوال برايس بيرفورمانس والستاندرد برايس بيرفورمانس، واحنا المفروض نشوف الفرق ما بينهم ايه. وقلنا انه لازم يبقى نفرق ما في الفاريانس ما بين البرايس والكوانتيتي، لانه سام تايمز انا بشتري مثلا انفنتوري وانا لسه ما استخدمتهاش في التصنيع فهي لسه انفنتوري، فمحتاجه ان انا احسب لها برايس فارينس، لكن مش مهم قوي احسب لها كوانتيتي فارينس لان لسه ما استخدمتهاش في التصنيع. طيب ولو استخدمت الانفنتوري في التصنيع فاللي بيشتري لي الانفنتوري او الرو ماتيريالز دي بيبقى البرشيسنج ديبارتمنت، ولكن اللي بيستخدمها هو البرودكشن ديبارتمنت، فانا محتاجه اتراك البرفورمانس الخاص في البرشيسنج ديبارتمنت عن طريق حساب البرايس فارينس، واتراك البرفورمانس اللي بيحصل في البرودكشن ديبارتمنت عن طريق حساب الكوانتيتي فارينس. طيب ازاي بقى هحسب الكوانتيتي فارينس؟ في حاجه في النص هي اللي هتساعدنا في ده. الرقم 2 ده اسمه فلكسبل بادجت، رقم 2 ده اسمه ايه؟ فلكسبل بادجت. خلاص طب عشان نعرف رقم 2 ونعرف نروح له تعالوا نشوف الاول رقم 1. ايه رقم 1؟ رقم 1 اكتوال كوانتيتي اوف انبوت في اكتوال برايس، يعني من الاخر الاكتوال ايه؟ الاكتوال بيرفورمانس. يبقى رقم 1 ده اكتوال بيرفورمانس، انا عايز اصلا اقيم الاكتوال بيرفورمانس. خلاص طيب فقال على الاكتوال كوانتيتي اي كيو وقال على الاكتوال برايس اي بي، اي بي يبقى اي بي اكتوال برايس واي كيو اكتوال كوانتيتي، والاثنين في بعض لما اعمل لهم ملتيبليكيشن اسمها ايه؟ اكتوال بيرفورمانس. خلاص طيب دي نمبر 1. نمبر 3 حاجه اسمها ستاندرد كوانتيتي الاود فور اكتوال اوتبوت، standard quantity allowed for actual output خلاص times ال standard quantity sorry times ال standard price. فهنا حاجة اسمها standard quantity في standard price، هنا حاجة اسمها standard quantity في standard price، يعني standard في standard. يعني ازاي؟ يعني انا دلوقتي في الانتاج اللي انا انتجته ده انا كنت المفروض استخدم قد ايه material؟ ده standard quantity. انا كنت المفروض استخدم how many hours؟
ده الستاندرد. انا كنت المفروض استخدم قد ايه في للفاريبل اوفر هيد ده دايركت ليبر اورز ستاندرد. فالستاندرد كوانتيتي تايمز بقى الستاندرد برايس، فهو ستاندرد في ستاندرد يبقى نمبر 3 ستاندرد في ستاندرد. فعشان كده قلنا عليها اس كيو ستاندرد كوانتيتي والستاندرد برايس اس بي ستاندرد برايس. واخدين بالكم هنا ستاندرد في ستاندرد للكوانتيتي والبرايس، وهنا اكتوال في الاكتوال في الكوانتيتي في البرايس. فنمبر 1 ده اكتوال ونمبر 3 ده كومبليت ستاندرد. طب انا ازاي هقارن ما بين حاجتين خلاص مفيش ما بينهم اي كومن فاكتور، مفيش ما بينهم اي عامل في النص؟ هنا اكتوال كوانتيتي واكتوال برايس، وهنا ستاندرد كوانتيتي وستاندرد برايس. الموضوع ايه؟ مش نافع، مش نافع خالص. لازم نلاقي حاجه في النص. حاجه في النص دي حاجه اسمها فليكسبل بادجت. فليكسبل بادجت دي يعني بتعمل ايه؟ بتاخد حته من الستاندرد وتاخد حته من الاكتوال. فالستاندرد هناخد منه ايه؟ هناخد منه الستاندرد برايس. فانا هاخد الستاندرد برايس الناحيه دي، خدت من الناحيه دي الستاندرد برايس وخدت من الناحيه دي الاكتوال كوانتيتي. فدي اسمها ايه؟ فليكسبل بادجت، حاجه في النص. طب انا هستفيد بايه؟ ان انا اخد الاكتوال كوانتيتي واضربها في الستاندرد برايس. هستفيد بايه؟ اخد حته هنا من الاكتوال واخد هنا حته من الستاندرد واسميها فليكسبل بادجت. هي دي الطريقه الوحيده اللي هتساعدني ان انا اقسم الفيرينس بتاعي لبرايس وكوانتيتي، الا اذا انا مش محتاج اقسم الفيرينسز، واحنا قلنا ان احنا محتاجينه خلاص. فعشان نبقى نطلع سيبريت فيرينسز للبرايس والكوانتيتي لازم اعمل الايه؟ الفلكسبل بادجت. والا عادي هطرح محل واحد من ثلاثه هيديني السبيندنج فيرينس، بس انا مش عارف الفيرينس ده ناتج عن كوانتيتي ولا ناتج عن برايس. اللي بيخليني اعرف الفيرينس على بعضه ما بين 1 و 3 اكتوال وستاندرد هو ناتج عن برايس قد ايه فيرينس وكوانتيتي قد ايه فيرينس، هي الفلكسبل بادجت اللي بتبقى في النص، اللي هي بتاخد جزء ستاندرد برايس وجزء ثاني اكتوال ايه كوانتيتي. طيب اوكي، فهي بتقول في الكوانتيتي الاكتوال انت استخدمتها دي كماتيريال بقى كدايركت ليبر اورز واتس ايفر، انت كنت تدفع كام في ظل الاكتوال كوانتيتي خلاص. ف دي اسمها فليكسبل بادجت. لو انا مسكت الجزء بتاع فليكسبل بادجت ده وقارنته بالستاندرد هلاقي ايه؟ هما الاثنين متشابهين في الستاندرد برايس، يبقى ساعتها اقدر ان انا اقارن ما بين الاكتوال كوانتيتي والستاندرد كوانتيتي. فساعتها انا عارف اطلع الكوانتيتي فيرينس. هنا الاثنين دول هما الاثنين مشتركين في الستاندرد برايس ومختلفين في الكوانتيتي، يبقى الفرق ما بين اكتوال كوانتيتي والستاندرد كوانتيتي هو الكوانتيتي ايه؟ فيرينس. طب تعالوا نبص الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه الفلكسبل بادجت مع الاكتوال بيرفورمانس متشابهين في ايه؟ متشابهين في الكوانتيتي. هنا اكتوال كوانتيتي وهنا اكتوال كوانتيتي، يبقى الفرق ما بين ده وده وده، ما بين ده اكتوال وما بين الفلكسبل هي البرايس. فالديفرنس بتوين الاكتوال برايس والستاندرد برايس هو اللي هيبقى فيه البرايس فيرينس. طيب تعالوا نشوف الكلام ده تاني مع بعض. الاول هنعرف يعني ايه اكتوال كوانتيتي. هي الاماونت اوف دايركت ماتيريال ودايركت ليبر وفاريبل مانيفاكتشرنج اوفر هيد اكشوال يوزد، الحاجه الدايركت اورز اللي فعلا استخدمتها، الدايركت ماتيريالز الكميات اللي فعلا استخدمتها. فالاكتوال كوانتيتي موجوده فين؟ موجوده عندي في الاكتوال بيرفورمانس هنا، وموجوده عندي في الفلكسبل بادجت. تمام اوكي. وفي حاجه اسمها ستاندرد كوانتيتي. ايه ستاندرد كوانتيتي؟ هي الكوانتيتي اللي انا كنت حاططها اول حاجه خالص البادجت عندي في الستاندرد بادجت، اللي هي انا حاططها بحيث ان هو ده البنش مارك اللي انت مفروض تستخدمه بيزد على الاكتوال اوتبوت بتاعك. يعني انت مثلا دلوقتي انتجت 100,000 وحده، طب انا كنت حاطط لك في الوحده قد ايه ماتيريال؟ شوف بقى بيزد على الوحده دي انت على الستاندرد انا حاطه ده تفوت تطلع قد ايه ماتيريال المستخدمه. فدي اسمها ستاندرد كوانتيتي. يبقى الاكتوال كوانتيتي هي اللي انا فعلا استخدمتها دي في نمبر 1 وفي نمبر 2. الستاندرد كوانتيتي انا كنت المفروض استهلك قد ايه في ظل عدد المنتجات او اللي انا انتجتها، او في عدد وحدات كل منتج انتجته انا كنت المفروض استخدم ماتيريالز قد ايه، دي ستاندرد كوانتيتي. طيب بعد كده الاكتوال برايس. الاكتوال برايس موجود في بس الاكتوال ايه؟ بيرفورمانس. اكتوال كوانتيتي في اكتوال برايس، اكتوال كوانتيتي في اكتوال برايس خلاص. لكن في الجزء الخاص بالفلكسبل بادجت والجزء الخاص بالستاندرد بادجت بنستخدم ستاندرد برايس.
هنا ادي هو ستاندرد برايس. ستاندرد برايس طب ايه هو الستاندرد برايس؟ هو الفلوس اللي انا كنت المفروض ادفعها خلاص ماشي للماتيريالز او للليبر اور انا كنت عامل حسابي عليها كذا، فده الستاندرد برايس، ده اللي كنت حاطاه في البادجت بتاعتي. اما الاكتوال برايس ده اللي انا دفعته بالفعل. اوكي يبقى احنا هنا كده عرفنا انه نمبر 1 اكتوال في اكتوال، اكتوال كوانتيتي اللي فعلا استخدمتها واكتوال برايس اللي فعلا دفعته. خلاص 2 فليكسيبل بادجت، اكتوال كوانتيتي في ستاندرد برايس، اكتوال كوانتيتي اللي فعلا استخدمتها وستاندرد برايس الفلوس اللي انا كنت عامل حسابي ادفعها لكل وحده من الماتيريال او لكل ساعه من الدايركت ليبر اورز. الستاندرد بقى اللي هو نمبر 3 هو ستاندرد كوانتيتي في ستاندرد برايس، يعني العدد الوحدات اللي انا انتجتها من المنتج ده المفروض انا كنت حاطه لها ستاندرد قد ايه اورز او ستاندرد قد ايه ماتيريالز في الستاندرد برايس، السعر اللي انا كنت عامل حسابي ان انا هدفعه لكل كيلو جرام من الماتيريال او لكل اور من الدايركت ليبر اورز. تمام؟ فزي ما قلت لحضراتكم ما بين الاكتوال والفلكسبل في تشابه في الاكتوال كوانتيتي والاختلاف في البرايس، فانا من الاختلاف ده اقدر اطلع برايس فيرينس. وما بين الفلكسبل والستاندرد في تشابه في الستاندرد برايس واختلاف في الكوانتيتي، فانا اقدر اطلع كوانتيتي فيرينس. وهي دي فكره الفلكسبل بادجت، انها تحط في النص عشان اقدر اطلع السبيندنج فيرينس ما بين 1 و 3 متقسم ازاي للبرايس فيرينس متقسم ازاي للكوانتيتي فيرينس. طيب انا دلوقتي محتاج احسب الماتيريالز برايس فيرينس وكوانتيتي فيرينس واشوف معناهم ايه. هنتكلم دلوقتي عن الماتيريالز فيرينسز، وعندنا الاكزامبل ده جليسير بيك اوتفيترز هاز ذا فولوينج دايركت ماتيريالز ستاندرد فور دي فايبر فيل ان اتس ماونتن باركا. دي شركه بتعمل منتج اسمه باركا وبتحدد الستاندردز للدايركت ماتيريالز. فالستاندردز از هو عباره عن ايه؟ 0.1 كيلو جرام لكل باركا لكل وحده، والكيلو جرام محطوط له ستاندرد انه يبقى يعني يتم شراؤه ب $5. يبقى الستاندرد برايس 5 والستاندرد كوانتيتي لكل وحده 0.1 كيلو جرام. طيب لاست مانث احنا استخدمنا 210 كيلو جرام، ده الاكتوال، واستخدمناهم عشان ننتج 2000 باركا 2000 وحده، والكوست بتاع الماتيريال كان 1029، ده الاكتوال كوست. فانا عشان اقدر اجيب الاكتوال كوست بير كيلو جرام للماتيريال هقسم ال 1029 على ال 210 كيلو جرام عشان اقدر اجيب الاكتوال برايس. اما الاكتوال كوانتيتي هي كانت 210. هيبقى ايه؟ هيبقى حاصل دلوقتي احنا لازم نعمل الثلاث محطات اللي هي 1 و 2 و 3 3 ستاندرد كوانتيتي في ستاندرد برايس، 1 اكتوال كوانتيتي في اكتوال برايس، و 2 اللي هو الاكتوال كوانتيتي في الستاندرد برايس اللي هو ايه الفلكسبل بادجت اللي في النص. طيب الاكتوال كوانتيتي في الاكتوال برايس اللي هي ايه؟ اللي هي 210 في الاكتوال برايس اللي هي 4.9. جبنا منين ال 4.9؟ عادي قسمنا ال 1029 على ال 210 طلع ان البير يونت اكتوال برايس 4.9. طيب تعالوا نروح للستاندرد. الستاندرد كان قد ايه؟ الستاندرد كان كيلو جرام لايه؟ للباركس كله، ده الستاندرد كوانتيتي. طب انا انتجت كام باركه اصلا؟ ميتين، فهستخدم 200 كيلو جرام تايمز ايه هو الستاندرد برايس بتاع حكم 5، فالتوتال اداني 1000. حلو جدا. اللي في النص بقى اكتوال كوانتيتي مع ستاندرد برايس. الاكتوال كوانتيتي بتاعت الماتيريالز اللي انا استخدمتها بالفعل 210، خلاص. طيب والسعر الستاندرد كان 5، ضربت الاثنين مع بعض اداني ايه؟ 1050. تعالوا بقى نبص، لو انا قارنت ال 1050 مع ال 1000 كاني بقارن
ما بين ايه وايه؟ هنا اللي ثابت ستاندرد برايس، ده اللي ثابت، واللي مختلف هو الايه الكوانتيتي، هنا ستاندرد وهنا اكتوال، يبقى كاني بقارن اكتوال كوانتيتي مع ستاندرد كوانتيتي، يبقى بطلع كوانتيتي فارينس. طيب الرقم اللي هنا اكتر من هنا، ايه الاختلاف؟ الاختلاف ناتج عن ايه؟ ناتج عن الاختلاف في الكوانتيتي، لان الستاندرد برايس ثابت، فهنا الاكتوال كوانتيتي اكتر من الستاندرد كوانتيتي، فالاختلاف انفيفرابل، استخدمت كوانتيتي اكتر عن المتوقع للبرودكت ده، فبالتالي ده كلفني فلوس اكتر، فيبقى 50 دولار انفيفرابل. طيب تعالوا نروح الناحيه الثانيه ما بين 1 و 2 فلكسبل، هما الاثنين متفقين في الاكتوال كوانتيتي بس مختلفين في البرايس، اكتوال برايس وستاندرد برايس، فاي ديفرنس ما بين التو فيجرز هيبقى الديفرنس ناتج عن البرايس. فهنا انا دفعت 1029 دفعت 1050، فانا كده دفعت اقل، دفعت اكتوال اقل، فهنا الديفرنس 21 فيفربل، لان الاكتوال برايس كان اقل من الستاندرد برايس لان الكوانتيتي هنا ثابته. انا بقى لو جمعت الاثنين مع بعض اللي هي 21 و50، 21 دي فيفربل مع 50 ان فيفربل، هيبقى اكشلي الديفرنس في الاخر هيبقى كام؟ هيبقى 29 ان فيفربل. 29 ان فيفربل دوت اللي هو الفرق ما بين 1 و 3، انا عرفته او عرفت تفاصيله لما جيت عملت فليكسبل بادجت وطرحت الفلكسبل من الستاندرد، طلع لي كوانتيتي فارينس، وطرحت الفلكسبل من الاكتوال وطلع لي برايس فارينس. هنا الكميه يا شباب 0.1 كيلو جرام مش 1 كيلو جرام زي ما انا قلت من شويه، سوري اللخبطه دي، 0.1 كيلو جرام بير باركا، فبالتالي لما ضربتها في 2000 اداني 200 كيلو جرام. ف الكميه هي 0.1 كيلو جرام بير باركا في 2000 اداني 200 كيلو جرام. هنا بس كان الاختلاف، ودي كانت الستاندرد كوانتيتي ال 0.1 كيلو جرام لليونت الواحده تايمز الاكتوال اوتبوت اللي هو ال 2000، فاداني في الاخر 200 كيلو جرام. ده ستاندرد كوانتيتي، مش موجود بس غير في الستاندرد بادجت اللي هو نمبر 3. طيب وبعد كده، بعد كده ازاي انا قدرت اجيب الاكتوال برايس؟ قسمت الاكتوال كوست بتاع الماتيريالز كلها على الكميه الاكتوال، اداني 4.9، ده الاكتوال برايس، والاكتوال برايس ده موجود بس في الاكتوال بيرفورمانس رقم 1. تمام. طيب احنا بقى عاوزين نترجم الكلام اللي احنا عملناه من شويه ده خلاص بالشكل لفورميلا وايه وارقام هنكتبها. فانا عندي هنا materials price variance هيتعمل ازاي؟ ال price variance هو عبارة عن الفرق في ال price لما تبقى ال quantity ثابتة. طيب ايه ال quantity ثابتة فين؟ ثابتة مع ال actual performance وال flexible budget. فلما بطرح ال actual performance من flexible budget بيديني price variance. طب الكلام ده كله انا اعبر عنه ازاي؟ ممكن اقول actual quantity في actual price minus actual quantity في standard price. تمام؟ ده رقم 1 وده رقم 2، وبعدين هاخد ال actual quantity common factor، فيبقى عندي actual price minus ال standard price. هحط ال actual quantity 210 times 4.9 actual price اللي عرفت ازاي انا جبته minus ال standard price اللي هو number 5. هيديني 210 كيلو جرامز تايمز الديفرنس، الديفرنس هنا بالنيجاتيف، نيجاتيف 0.1 كيلو جرام، فاداني في الاخر رقم في 21 فيفرابل. ليه هنا فيفرابل؟ لان الاكتوال برايس كان اقل من الستاندرد برايس، انا دفعت فلوس اقل، فده ال 21 ده هنا طلع فيفرابل، ما طلعتهوش بالنيجاتيف،
كتبت عليه 21 favorable. حلو كده. طيب نروح بقى للكوانتيتي فيرينس. الكوانتيتي فيرينس ده اللي هو المفروض يبقى الكومن فاكتور هو البرايس. البرايس بيبقى متشابه فين؟ بيبقى متشابه في حاله الستاندرد كوستنج والفلكسبل بادجت. يبقى انا هاخد الفلكسبل بادجت ماينس الستاندرد كوست. الستاندرد ده فيه ستاندرد كوانتيتي وستاندرد برايس، والفلكسبل فيها اكتوال كوانتيتي وستاندرد برايس. زي ما قلت انا لازم اوحد الستاندرد برايس، فهياخد الستاندرد برايس معايا كومن فاكتور، فيبقى معايا اكتوال كوانتيتي ماينس ستاندرد كوانتيتي. الستاندرد برايس هو 5 بير كيلوجرام، والاكتوال كوانتيتي 210. والستاندرد كوانتيتي جبتها ازاي؟ 0.1 كيلوجرام في النمبر اوف يونتس اللي المفروض ان انا انتجتها. يبقى ستاندرد كوانتيتي بيبقى بيزد على الاكتوال اوتبوت يعني من المنتج، فهيبقى 210 ماينس 200. فانا دلوقتي استخدمت كيلو جرامز اكتر من المفروض استخدمهم بعشرة. العشرة دول خلوني ادفع 50 بالنسبة للستاندرد، يعني 50 زيادة يبقى unfavorable. اوكي. والتوتال سبندنج هو عبارة عن 21 favorable مع ال 50 unfavorable، فهيطلع لي في الاخر 29 ايه unfavorable. الفرق ما بين الاكتوال والستاندرد، بس احنا قسمناهم لبرايس وكوانتيتي بيلي. تمام. الريسبونسابيلتي بقى الخاصه بالماتيريال فيرينسز بقى. طيب اوكي، بالنسبه لي الماتيريالز برايس فيرينس، مين المسؤول عن البرايس فيرينس؟ هو البيرشيسنج مانجر. فمهم جدا ان انا اخلي البرايس فيرينس لوحده عشان احاسب البيرشيسنج مانجر لوحده. طيب والكوانتيتي فيرينس مين المسؤول عنها؟ البرودكشن مانجر. فانا مهم ان انا افصل الكوانتيتي فيرينس عن السبيندنج فيرينس عشان اقدر ان انا احاسب البرودكشن مانجر. فالستاندرد برايس از يوز تو كومبيوت الكوانتيتي فيرينس سو ذات ذا برودكشن مانجر از نوت هيلد ريسبونسبل فور ذا بيرشيسنج مانجرز بيرفورمانس. ترو ترو ترو. انا دلوقتي هشرح لكم الحته دي. في البرايس فيرينس انا لو تفتكروا بطلع البرايس فيرينس ازاي ما بين الاكتوال والفلكسبل، اللي هما الاثنين مشتركين في الاكتوال كوانتيتي. انا مثبته الاكتوال كوانتيتي عشان احاسب البيرشيسنج مانجر على البرايس فقط، واقول له انت ليه اشتريت ماتيريالز بالسعر اكتر من اللي انا كنت حاطه لك في البادجت. ما بالنسبه بقى للكوانتيتي فيرينس، فانا ببقى مثبته البرايس ازاي؟ بقارن ما بين الفلكسبل والستاندرد، اللي هما الاثنين بيبقوا متفقين في الستاندرد برايس ومختلفين في الكوانتيتي، فاعرف اجيب فيريانس للكوانتيتي. فبالنسبه للبرودكشن مانجر انا قدرت ان انا اثبت له البرايس واحاسبه بس على اختلاف الكوانتيتي الاكتوال من الستاندرد، عشان اقول له انت ليه استخدمت اكتر من اللي المفروض تستخدمه اللي محطوط في البادجت. ودي ميزه ان انا بدل ما اجيب فيريانس مره واحده ما بين 1 و 3 الاكتوال والستاندرد، بقسمه لبرايس وفيريانس عشان اقدر احاسب كل مدير اداره على اداءه. طيب بنتكلم برضو عن الريسبونسابيلتي الخاصه بالماتيريالز فيرينس. خلاص البرودكشن مانجر ام نوت ريسبونسبل فور ذس انفيفرابل ماتيريالز كوانتيتي فيرينس. انا مش مسؤول عن انه الكوانتيتي كانت انفيفرابل، ان انا استخدمت كوانتيتي اكتر. ليه؟ اصل انت يو بيرشيز تشيب ماتيريال سو ماي بيبل هاد تو يوز مور اوف ات. لو تلاحظوا انه كان البرايس فيرينس كان فيفرابل، يعني هو اشترينا ماتيريال بسعر اقل من اللي احنا كنا متوقعينه، ولكن الكوانتيتي فيرينس كان انفيفرابل، استخدمت كميات اكتر من المفروض كنا نستخدمها. فبرودكشن مانجر بيقول انا مش مسؤول عن الانفيفرابل كوانتيتي فيرينس ده، لان البرودكشن مضطره ان هي تستخدم كوانتيتي اكتر، لان البيرشيسنج ديبارتمنت مانجر اشترى لنا تشيب ماتيريال. هو اشترى تشيب ماتيريال فخلى البرايس فيرينس بتاعه الاكتوال اقل من الستاندرد، فطلع لي فيفربل ديفرنس. فاللي تشيب ماتيريالز كلفت البرودكشن افشنسي اعلى، فخلته ان هو يستخدم ماتيريالز اكتر عشان يقدر ان هو يحقق المنتج بتاعه بجوده كويسه، فبالتالي استهلك اكتر فطلع actual quantity اكتر من الستاندرد كوانتيتي، فكان unfavorable. ولكن البرودكشن بيقول انا مش مسؤول، انت اللي شاري لي
materials cheap. والبرشيسنج هيرد عليه يقول له ايه, your poor scheduling sometimes requires me to rush order materials at a higher price causing unfavorable price variance. فبيقول له ايه, انت عشان مش مظبوط في السكادجولينج بتاعك فانت دايما ساعات بتضغطني وتخليني اشتري حاجات بهاير برايس causing unfavorable price variance, وده اللي بيخليني ابقى بطلع حاجات مش برايس كويسه. لكن بقى مين اللي هيطلع الشركه من الازمه دي؟ برودكشن بيقول مش انا, انت جايب حاجات رخيصه. والبيرشيسنج يقول له مش انا, ده انت بتخليني اتزنق واروح اشتري حاجات غاليه مع انه هو مش غاليه ولا حاجه خلاص. فالفيرينس بقى دوت اللي احنا عاملينه اللي هو برايس وكوانتيتي هيقدر يقول لنا مين بالظبط اللي كان مسؤول عن القصه دي ومين بالظبط هو المفروض احاسبه, هل هو البيرشيسنج ولا البرودكشن. تعالوا نشوف مع بعض كونسبت تشيك. Hansen Incorporation has the following direct materials standard to manufacture one zippy. ده البرودكت بتاعي, فانا المفروض استخدم as a standard 1.5 pound per zippy والcost per pound كان 4. فالاست ويك الاسبوع اللي فات في 1700 pounds of materials were purchased, اشتريت 1700 اوكي and used to make 1000 zippies. The materials cost totaled كذا, يبقى انا عندي الاكتوال cost للماتيريالز 6630 والاكتوال كوانتيتي 1700. عشان اجيب الاكتوال برايس هقسم ال 6630 على ال 1700 فيطلع لي الاكتوال برايس بتاع الايه الباوند الواحده من الماتيريال, واقدر بعد كده ان انا اشتغل بقى على البرايس فيرينس والكوانتيتي فيرينس. طيب السؤال اللي بعد كده, هاو ميني باوندز اوف ماتيريالز, قد ايه كميه الماتيريالز شود هانسن الشركه هاف تو ميك 1000 زيبيز. المفروض ال 1000 زيبيز دي كانت المفروض تستخدم قد ايه باوندز. طيب احنا كده هنرجع للستاندرد كوانتيتي للاكتوال اوتبوت. الاكتوال اوتبوت 1000 زيبيز او 1000 وحده اوكي, وانا كنت اوريدي كشركه حاطط ان انا استخدم 1.5 باوند اوكي, يبقى انا كنت المفروض استخدم قد ايه ماتيريالز. تعالوا نشوف, انا كنت المفروض استخدم 1.5 باوند بير زيبي, انا عملت 1000 فانا كنت المفروض استخدم 1500 باوند. ده الستاندرد كوانتيتي اللي موجود في نمبر 3 في الستاندرد بادجت. انا استخدمت كام؟ 1700, ده الاكشوال كوانتيتي خلاص. طيب يبقى في ايه بقى؟ في هنا جزء ليه علاقه بالبرودكشن ديبارتمنت, انت استخدمت كميات اكتر ليه؟ بمشكله عندك مشكله في الافشنسي بتاعتك. يبقى برايس هيبقى ساعتها البرايس فيرينس ملوش علاقه, هيبقى له علاقه بالكوانتيتي فيرينس النقطه دي, و اكيد هيطلع في الاخر الفرق الخاص بالكوانتيتي فيرينس هتطلع ايه unfavorable. طيب اوكي يلا بقى نشوف ازاي هنطلع الكوانتيتي فيرينس, هنحسبه ازاي. بنحسب الكوانتيتي فيرينس ازاي؟ الديفرنس بتوين ايه وايه ما بين ال 2 و 3 اللي هي الفلكسبل بادجت والستاندرد بادجت. ليه؟ عشان انا عشان اطلع الديفرنس في الكوانتيتي لازم اثبت البرايس. البرايس يبقى ستاندرد برايس خلاص. يبقى هعمل ايه؟ هعمل اكتوال كوانتيتي تايمز ستاندرد برايس ماينس ستاندرد كوانتيتي في ستاندرد برايس. تعالوا نشوف ممكن ازاي يتحل. هاخد الستاندرد برايس كومن فاكتور ويبقى عندي اكتوال كوانتيتي ماينس الستاندرد كوانتيتي, فالستاندرد برايس هو 4 4 والاكتوال كوانتيتي كان 1700 والستاندرد كوانتيتي انا لسه حاللها 1500, فانا استخدمت اكتر ب 200 فده كلفني فلوس اكتر, فانا كده عندي 800 دولار زياده ان فيفربل خاصين بالكوانتيتي فيرينس. طيب عايزين بقى نتكلم على البرايس فيرينس. حلو برايس فيرينس يعني انا عايز اطلع الفرق ما بين الاكتوال برايس والستاندرد برايس, يبقى انا هثبت الايه الكوانتيتي. كوانتيتي متشابهه عند مين؟ عند ال 1 و 3 اللي هو الاكتوال بيرفورمانس والفلكسبل بادجت. ف الاكتوال بيرفورمانس ده عباره عن ايه؟ اكتوال كوانتيتي في اكتوال برايس,
والفلكسبل اكتشوال كوانتيتي في ستاندرد برايس. يبقى ايه هو الكومن الاكتشوال كوانتيتي؟ هاخد الكومن فاكتور واطلع اكتشوال برايس ماينس الستاندرد برايس. تعالوا نشوف مع بعض الكلام ده ممكن يحصل ازاي. اكتشوال اهو ادي الماتيريالز برايس فيرينس اكتشوال كوانتيتي في اكتشوال برايس ماينس ستاندرد برايس. الاكتشوال كوانتيتي كانت 1700 اكتشوال برايس كان 3.9. جبتها ازاي؟ جبتها من التوتال ماتيريالز كوست على ال 1700 باوندز ماينس 4 ده الستاندرد برايس. فاداني في الاخر انا صرفت اقل فانا ده فيفربل. اوكي فيفربل فيرينس ليه البرايس فيرينس؟ انا صرفت اقل. اوكي تعالوا نعملها بالطريقه بتاعتنا اللي هي كانت الطريقه المبدئيه خالص. اي طريقه من الطرق دي هتؤدي نفس النتيجه. شوف اللي يريحك او اللي يريحك واعمليه او اعمله عشان توصل للفارينس اللي هيبقى مطلوب منك في الكويستشن. طيب تعالوا نعملها بالطريقه ديت. هنعملها ازاي؟ هنعمل بنفس طريقه 1 2 3. ال 3 هتبقى ستاندرد كلها كامله متكامله يبقى ستاندرد كوانتيتي في ستاندرد برايس تمام. و1 هتبقى اكتشوال كلها كامله متكامله يعني اكتشوال كوانتيتي في اكتشوال برايس. واللي في النص بيبقى اكتشوال كوانتيتي مع ستاندرد برايس حته من الشمال كده مع حته من اليمين. اوكي ده الستاندرد ايه برايس في الاكتشوال كوانتيتي اللي هي الفلكسبل بودجت. وبعدين ببص بقى على 2 و 3 بلاقي انه احنا متشابهين في الستاندرد برايس يبقى ده اكيد كوانتيتي فارينس. وببص على الاكتوال مع الفلكسبل هما متشابهين في الكوانتيتي فيبقى الديفرنس اكيد هيبقى عن طريق البرايس فده برايس فارينس. طيب انا لما هضرب عادي جدا الاكتوال كوانتيتي اللي هي كانت 1700 باوند في الاكتوال برايس اللي هو 3.9 هيديني 6630 تمام. وهنا لما هعمل الاكتوال كوانتيتي اللي هي 1700 في الستاندرد برايس اللي هو 4 هيديني 6800. وهنا لما هعمل الستاندرد كوانتيتي اللي هي 1500 تايمز الستاندرد برايس اللي هي 4 ال 1500 دي اللي هي عباره عن ال 1.5 في ال 1000 وحده هيديني لما اضربه 4 ب 6000 هطرح ال 6800 من ال 6000 يبقى انا كده بتكلم على الكوانتيتي. فهنا انا اخدت كوانتيتي اكتر فالديفرنس هنا انفيفربل. لما هاجي اطرح ال 6630 من ال 6800 يبقى انا بتكلم هنا على برايس هنا برايس اقل فهنا الديفرنس از فيفربل. وبرضو ممكن اجيب في الاخر الفرق ما بين 1 و 3 اللي هو الاكتوال والستاندرد على بعضه هيبقى 800 unfavorable plus 170 favorable يبقى هنقص ال 170 من ال 800 يبقى هيفضل لي 630 unfavorable. وده الفرق ما بين اللي حصل فعلي وما بين اللي انا كنت عاوز اعمله as standard. هنا بوضح لحضراتكم ازاي قدرت اوصل ل الستاندرد كوانتيتي فور دي اكتوال اوتبوت. ان شاء الله تكون سهله ويسيره على حضراتكم. اي طريقه مناسبه ليكم استخدموها. مهم في الاخر نجيب الفارينس بالشكل الصحيح ونعرف اذا كان هو فيفربل ولا انفيفربل بالشكل الصحيح. طيب احنا دلوقتي هننتقل للدايركت ليبر ريت اند افشنسي فارينس. خلاص يبقى احنا هنا بنتكلم على الريت يعني برايس فيرينس والافشنسي يعني كوانتيتي فيرينس بس هي اسمها كده لما بنيجي نتكلم على الدايركت ليبر وهنشوف السيجنيفيكانس بتاعتها. طيب بالنسبه للليبر فيرينس هناخد مع بعض اكزامبل. نفس الشركه هاز ذا فولوينج دايركت ليبر ستاندرد فور اتس ماونتن باركا. ايه بقى ايه الستاندرد؟ عندي 1.2 ستاندرد اورز بير باركا والاور ستاندرد كوست بتاعها 10. يبقى انا عارف ان الباركا او الوحده من المنتج بتاخد 1.2 اورز وانا بدفع في الاور 10 ده الستاندرد. خلاص كل المعلومات دي ستاندرد. طيب لاست مانث الامبلويز اكشلي وركد فعلا هم اشتغلوا 2500 اور يبقى ده التوتال نمبر اوف اورز اكشوال التوتال ليبر كوست اوف وكل الاورز دي كلفتنا 26250 $26,250 تمام.
انا عايز اجيب بقى الاكتوال ريت هعمل ايه، هقسم 26 تو 50 دولار دول على 2500 اورز فهطلع الاكتوال ريت بير اور. اوكي طيب، لكن دول كده على بعضهم اكتوال داتا، والكلام ده كله انا عملته عشان احقق 2000 ايه باركرز. ده ايه الاكتوال كوانتيتي او الاكتوال ايه يونتس بروديوسد. تمام، هنعمل الاول 1 2 3 اكتوال فلكسيبل ستاندرد ونحاول نطلع الديفرنسز ما بينها. تعالوا نشوف الكلام ده هنعمله ازاي بالنسبه للدايركت ايه ليبر. 1 اكتوال، في اكتوال اورز في اكتوال ريت، لانه هنا كوانتيتي اورز والاكتوال برايس هنا هو اسمه ريت، يبقى اكتوال ريت. 3 خلاص ستاندردز، ستاندرد اورز في ستاندرد ريت، والفلكسيبل في النص بتاخد من هنا الستاندرد ريت وبتاخد من هنا الاكتوال اورز، فهنا يبقى اكتوال اورز وهنا يبقى ستاندرد ايه ريت. تمام طيب، ما بين 2 و 3 المتشابه هو الريت، في المختلف هو الاورز، فانا لما هطرح 2 من 3 هطلع كوانتيتي فيرينس. طيب 1 و 2 المتشابه هو الاورز الاثنين اكتوال، والمختلف هو الريت، فلما هطرح 1 من 2 هيديني برايس ايه فيرينس او ريت فيرينس اللي هو ليه علاقه بالليبر، وهنا اسمه efficiency variance اللي هو ليه علاقه بالكوانتيتي. طيب الاول بقى هنضرب الاكتوال اورز في الاكتوال ريت وكل الكلام ده كله. الاكتوال اورز هنبدا نحسب الاكتوال اللي هو السكشن الاولاني خالص. عندي الاكتوال اورز كانت 2500 اور والريت بر اور كان 10.5. جبناها ازاي؟ جبناها ان احنا قسمنا ال 26 250 على ال 2500 فاداني 10.5. طيب يبقى هنا الناتج از 26250. نخش على الستاندرد، الموضوع بسيط جدا. في ستاندرد اورز، انا جبت ازاي الستاندرد اورز؟ هو قال لي انه الستاندرد بير يونت كان رقم معين، الرقم ده انا ضربته في الاكتوال اوتبوت اللي طلعته الشركة اداني number of hours، وبعدين ضربتها في 10 اللي هو الستاندرد برايس اداني 24,000. وفي النص استخدمت الاكتوال اورز اللي هو 2500 تايمز الستاندرد برايس اللي هو 10 طلع لي 25,000. هبدأ بقى اطرح ال 25,000 من ال 24,000، فانا كده علشان عارفة انه الكومن ما بينهم هو الريت، فانا كده جبت الفرق في الكوانتيتي اللي هم hours، فده efficiency variance. انا هنا استخدمت اورز اكتر اكتشولي من الستاندرد، فعندي ديفرنس انفيفربل. وبالنسبه للجزء ده ايه الثابت؟ هو الاكتوال اورز، والفرق هو الريت، فهنا الريت كان اعلى من الريت ده، فبالتالي اداني برضو رقم انفيفربل. وواحد وثلاثة اللي هو الاكتوال والستاندرد الفرق ما بينهم لا هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ال1 تو 50 انفيفربل بلس ال1000 انفيفربل، فالاثنين انفيفربل فاجمعهم على بعض يبقوا 2250 انفيفربل. هننتقل للسلايد الثانيه. هنا شرحنا ازاي جبنا ال 2400 اللي هو عبارة عن 1.2 hours في 2000 وحدة فداني 2400 ساعة. هنا شرحنا ازاي او بنشرح ازاي جبنا ال actual rate عبارة عن ال actual total cost على ال number of actual hours اداني ال per hour actual rate. هنا هنتكلم ازاي نقدر نحسب الليبر ريت فيرينس والليبر افشنسي فيرينس. فاحنا في المرحله ديت احنا خلاص عارفين ازاي ممكن نكون هنحسب القصه دي، فبنتكلم على الريت فيرينس اللي هو برايس فيرينس. انا دلوقتي هشوف الفرق ما بين الستاندرد والاكتوال ريت. طيب ده محتاج ان يبقى عندي كومن فاكتور اللي هي الاكتوال كوانتيتي او الاكتوال اورز. يبقى انا هقارن ما بين 1 و 2 اكتوال كوانتيتي اللي هي اكتوال اورز في اكتوال ريت ماينس الفلكسبل بادجت اللي هي اكتوال اورز في ستاندرد ريت، فهاخد الاكتوال اورز كومن فاكتور فيديني اكتوال ريت ماينس الستاندرد ريت، فده
هبدأ بقى اعمل سبستيتيوشن الاكتوال اورز هي 2500 اور تايمز الاكتوال ريت اللي هي 10.5 ماينس الستاندرد ريت اللي هي 10 هيديني 0.5 بير ريت. فانا الاكتوال ريت كان اكتر هضربه في 2500 اورز هيديني 1250 انفيفرابل. انفيفرابل لان الاكتوال كان اكتر. بعدين هنتقل الى الليبر افشنسي فيرينس اللي هو الكوانتيتي. في الكوانتيتي بقارن ما بين اكتوال كوانتيتي وستاندرد كوانتيتي. يبقى الاساس او اللي موجود كومن الستاندرد برايس. الستاندرد برايس موجود فين؟ موجود في الفلكسبل بادجت وفي الستاندرد بادجت. يبقى انا هقارن فلكسبل بستاندرد. الفلكسبل فيها اكتوال اورز في ستاندرد ريت ماينس الستاندرد فيها ستاندرد اورز في ستاندرد ريت. يبقى هنا الكومن فاكتور الستاندرد ريت هيبقى تايمز الاكتوال اورز ماينس الستاندرد اورز فهيديني ستاندرد ريت اللي هو 10 تايمز اكتوال اورز 2500 ماينس الستاندرد اورز اللي هو 2400. الديفرنس هيبقى 100 اور. 100 اور زياده فهنضربها في ال 10 هيديني 1000 unfavorable لان الاكتوال اورز كانت اكتر من الستاندرد اورز. هنا هنتكلم عن مين اللي هيبقى responsible for labor variances. اللي مسؤول عن labor variances بيبقى دايما production manager لان هو اللي بيتحكم في hours اللي هو rate بتاع direct labor cost وبيتحكم فيه هو هندفع لهم كام. فبالتالي هندفع لهم كام as a total وها يستخدموا قد ايه hours. كل الكلام ده كله موجود فين؟ في production manager. فالبرودكشن مانجر هو اللي بيبقى اكاونتبل فور ذا ليبر فيرينسز لان هما ممكن ياثروا على الميكس بتاعت السكيلز اللي موجوده عشان يعملوا ورك تاسك معينه. الموتيفيشن اللي بياخده الامبلوي عشان يقدر ان هو يخلص لي التاسك دي في عدد ساعات اقل. الكواليتي اوف ذا برودكشن سوبرفيجن اللي موجوده ازاي مين بيشرف على الليبر يخليهم يبقوا افيشنت اكتر. والكواليتي اوف تريننج اللي بياخده الليبر عشان يقدروا يعملوا الشغل بتاعهم في وقت اقل. فالمسؤول عن الليبر فيرينسز على بعضها سواء ريت او سواء اورز هو بيبقى البرودكشن. ايه من هي الريسبونسز بتاعه الديفرنت مانجرز بما يتعلق بالليبر فيرينسز؟ هنا عندي الليبر فيرينسز ونتكلم عن المانجر ريسبونسز. عندي حد له علاقه بالمينتيننس مانجر اللي هو له علاقه بالصيانه بيقول انا مش مسؤول ابدا عن الانفيفرابل ليبر افشنسي فيرينس لان انت اشتريت تشيب ماتيريال فده اخد تايم اكتر عشان يعمل بروسيسنج. الموضوع مش علاقه بالماشين. الموضوع له علاقه بالماتيريالز كانت مش احسن حاجه فالليبر اخد وقت اكتر عشان يعملها تصنيع. بالنسبه للبرشيسنج مانجر بيقول ايه؟ انا اعتقد ان ده اخد وقت اكتر علشان المينتنس ديبارتمنت ما عرفتش تعمل مينتنس الايكويبمنت. شايفين كل مانجر بيهرب من المسؤوليه. فانا لما احط مسؤوليه لكل مانجر يعمل ايه كبرايس وككوانتيتي انا خلاص بعرف احاسب مين في الموضوع. فعشان كده الليبر فيرينسز بتقع مسؤوليتها اكتر كريسبونسابيلتي اكاونتنج على المانيفاكتشرنج مانجر او البرودكشن ديبارتمنت مانجر. طيب عايزين نشوف كده كونسبت تشيك نحل تاني مع بعض. عندي هانسن انكوربريشن هاز ذا فولوينج دايركت ليبر ستاندرد تو مانيفاكتشر 1 زي بي. الستاندرد هو 1.5 اور والاور ب 12 دولار فده ستاندرد كوانتيتي بير يونت وده ستاندرد كوست بير اور. طيب وعندي لاست ويك دي نمبر اوف اورز اكشلي كونسيومد وده التوتال كوست اكشلي انكيرد اللي اتدفع فعلا. واقدر اقول الاكتوال كوست بير اور ان انا اقسم ال 18910 على الدايركت ليبر اورز كونسيوم وكل الاورز دي استخدمت لايه؟ ل 1000 سيبر. تعالوا بقى نشوف ايه السؤال كان مطلوب مننا ايه. احنا مطلوب مننا ليبر ريت فيرينس. فالليبر ريت فيرينس يعني انا مطلوب مني اطلع برايس فيرينس. فبرايس فيرينس يعني الفرق ما بين الاكتوال ريت والستاندرد ريت. ويبقى ايه اللي ثابت عندي؟ الكوانتيتي. الكوانتيتي متشابهه عندي مين؟ عند الاكتوال والفلكسبل بادجت. طيب اوكي يبقى انا ساعتها دلوقتي عشان اعرف احل الكلام ده فلازم اشوف اكتوال اورز وافتح براكت هيبقى عندي اكتوال ريت ماينس الستاندرد ريت. ده الفرق ما بين 1 و 2.
طيب يبقى انا دلوقتي هجيب الاكتوال اورز اللي هي اوريدي 15550 دي اورز في الاكتوال ريت اللي هي 12.20 جبناها ازاي بالتوتال كوست اكتوال على توتال اورز اكتوال ماينس الستاندرد ريت اللي هو كان 12 منشند اوريدي في البروبلم. طيب انا دلوقتي اكشلي دفعت اكتر من الستاندرد ريت فاكيد الديفرنس هيبقى انفيفربل 310 ودي الاجابه ايه الصحيحه. طيب عايزين بقى نجيب الافيشنسي فارينس. الافيشنسي فارينس بالنسبه للليبر كانه بالظبط بيقول لي انا عاوز الكوانتيتي فارينس, يعني بنتكلم عن الفرق ما بين الاكتوال اورز وال الستاندرد اورز. حلو, والثابت هيبقى الستاندرد برايس. طب هو الستاندرد برايس ثابت عند مين ومين؟ عند 2 و 3. خلاص, فكاني هقارن ما بين الفلكسبل بادجت وما بين الستاندرد بادجت. يعني انا عاوز ايه؟ يعني انا دلوقتي عاوز اكتوال اورز ماينس ستاندرد اورز تايمز الستاندرد ريت. دي الاجابه اللي انا هعرف اجيب بيها الرقم او التشويس الصحيح. فانا هنا هعمل ايه؟ ستاندرد ريت 12 وادي الاكتوال اورز 1550 ماينس الستاندرد اورز 1500. انا كده استخدمت اورز اكتر من الاورز الستاندرد, فانا كده الديفرنس انفيفرابل اكيد اللي هو 600 ايه دولار. ده لو انا حليت بالطريقه السريعه او بالطريقه اللي انا اوريدي خلاص عارف انا بقارن ايه وايه وايه الثابت الكومن فاكتور فبقدر اجيب الاجابه على طول. طب مش عارف اجيب الاجابه على طول, استخدم الطريقه دي. الطريقه دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا هعمل بتقول ان انا هعمل 1 و 2 و 3. هعمل 1 و 2 و 3. طيب 1 اكتوال 2 فلكسبل 3 ستاندرد. الاكتوال اكتوال اورز في اكتوال ريت, الستاندرد ستاندرد اورز في ستاندرد ريت, والفلكسبل بياخد من هنا الستاندرد ريت وبياخد من هنا الاكتوال اورز. وابدا بقى اقارن بعد ما احل كل كولم لوحده. فمثلا اكتوال اورز 1550 في الاكتوال ريت 12.2 اداني التوتال, وبعد كده خلاص بقى انقل على 2 اكتوال اورز 1550 في ستاندرد ريت اللي 12 بن اور اداني ايه 18600. انقل على 3 هنا 1500 ده ستاندرد اورز في الستاندرد ريت 12 فاداني في الاخر 18. ابدا بقى اقارن, هقارن 2 ب 3 يبقى انا كده بقارن اورز, يبقى انا كده بجيب efficiency variance. طلع ب 600, يعني انا استخدمت actually اكتر اورز من الستاندرد فكده unfavorable. طيب هقارن ما بين 1 و 2, ايه اللي ثابت ما بينهم؟ الاكتوال اورز. يبقى انا بقارن actual rate بستاندرد ريت, يبقى انا بقارن rate variance. طيب الرقم هنا طلع اكتر, يعني actually اكتر من من الستاندرد كبرايس, فاداني هنا ايه؟ difference unfavorable. عشان اقارن ما بين 1 و 3 هجمع الريت فيرينس مع الافيشنسي فيرينس فهيبقى التوتال 910 unfavorable. وبكده انا ابقى عرفت اجيب الديفرنس ما بين الاكتوال دايركت ليبر كوست والستاندرد دايركت ليبر كوست. نقدر بعد كده ان احنا ننتقل للفيريبل مانيفاكتشرنج اوفر هيد ونحسب له ريت اللي هو برايس فيرينس وافيشنسي اللي هي زي الكوانتيتي فيرينس ونشوف ذير سيجنيفيكانس عامل ازاي. طيب هنشوف نفس الاكسرسايز بتاعنا, جليسير بيك اوت فاترز عندهم الفولوينج دايركت فيريبل مانيفاكتشرنج اوفر هيد ستاندرد اللي هو عباره عن ايه 1.2 ستاندرد اورز اوكي بير باركا و 4 بير اور. فالستاندرد ان انا اخد 1.2 اور والريت كفاريبل اوفر هيد هو 4. طيب لاست مانث الامبلويز اكشلي وركت 2500 اورز. هما لو تلاحظوا دي نفس الاورز بتاعت دايركت ليبر كوست هي هيها بس طبعا مع اختلاف الريت, الريت هنا بتاع الفاريبل اوفر هيد. طيب والكلام ده الاورز دي استخدمت علشان ننتج 2000 باركز والاكتوال فاريبل مانيفاكتشرنج اوفر هيد طلع 10 500. فعشان اجيب الاكتوال ريت هقسم ال 10 500 على 2 500 فيديني الاكتوال ريت, وال 2 500 دي الاكتوال اورز. والستاندرد اورز اجيبها ازاي؟ 1.2 تايمز ال 2000 باركس, 1.2 تايمز ال 2000 باركس هيديني الستاندرد اورز. تمام, عايزين بقى نحسب الكلام ده
ونجيب الفارينسز 1 و 2 3 1 اكتوال بيرفورمانس يعني اكتوال اورز في اكتوال ريت 3 ستاندرد بيرفورمانس يعني ستاندرد اورز في ستاندرد ريت 2 الفلكسبل بادجت اللي هي بتاخد من هنا اكتوال اورز وبتاخد من هنا ستاندرد ريت. طيب اوكي الاكتوال اورز 2500 الريت الاكتوال 4.2 جبتها ازاي؟ قسمت ال 10500 على ال 2500 اداني 4.2. طيب هنا actual hours 2500 standard rate mentioned already في problem before 2500 في 4 اداني 10,000. هنا ال standard hours 2400 جبتها ازاي؟ 1.2 في ال 2000 parkings خلاص times 4 اللي هي ايه ال standard rate per hour اداني 9500. اوكي طيب بعد كده هعمل ايه؟ هاجي اجيب difference difference between 2 و 3 اللي هو ثابت فيهم او الكومن فاكتور ستاندرد ريت يبقى انا بشوف الديفرنس في الاورز فهنا الاورز اكتر فبالتالي الاكتوال اكتر من الستاندرد فانا عندي efficiency variance ب 400 unfavorable وبعدين هقارن بين 1 و 2 اللي هو ثابت فيها الاكتوال اورز والمختلف هو الريت فهنا 10500 وهنا 10 يبقى الديفرنس 500 يبقى دي ريت variance ب 500 unfavorable لان الاكتوال كان اكتر من الستاندرد. طيب هنا بنعرف حضراتكم ازاي وصلنا للستاندرد اورز اللي هي عباره عن 1.2 ستاندرد اور بير باركا اللي هو بير يونت في ال 2000 باركا فهيديني 2400 اور. وهنا بنعرف حضراتكم ازاي وصلنا للاكتوال ريت اللي هو عباره عن ال 10500 كوست على النمبر اوف اكتوال اورز اللي هم 2500 فاداني 4.20 بير اور. طيب احنا عاوزين نحل الفارينسز بالطريقه الاسرع مش لازم نعمل الاكتوال بعدين فلكسبل بعد كده الستاندرد ونجيب الفارينس لا احنا ممكن على طول نجيب الفارينس. طيب دلوقتي وبعيد تاني اي طريقه مناسبه لحضراتكم استخدموها ما دام في الاخر الاجابه تبقى صحيحه. طيب احنا عاوزين دلوقتي نجيب الريت فارينس يعني هو البرايس فارينس يعني الفارينس بتوين الاكتوال ريت والستاندرد ريت فهيبقى الثابت عندي او الكومن فاكتور عندي هي الاكتوال اورز الاكتوال اورز موجوده في الاكتوال بيرفورمانس والفلكسبل بادجت هيبقى اكتوال اورز في اكتوال ريت ماينس الاكتوال اورز في الستاندرد ريت فهناخد الاكتوال اورز كومن فاكتور فهيبقى actual rate minus standard rate الاكتوال اورز 2500 الاكتوال ريت 4.2 والستاندرد ريت 4 فالاكتوال ريت اكتر من الستاندرد فده اكيد هيبقى مش فيفربل انفيفربل وهيطالب 500 دولار. طيب بالنسبه للفاريبل مانيفاكتشرنج اوفر هيد افشنسي فارينس افشنسي يعني كوانتيتي فالكوانتيتي يعني انا عاوز اشوف الفرق ما بين الاكتوال اورز والستاندرد اورز يبقى ثابت عندي هو الستاندرد برايس ستاندرد برايس كومن ما بين ايه وايه الفلكسبل بادجت والستاندرد بادجت فهيبقى عندي اكتوال اور في ستاندرد ريت ماينس ستاندرد اورز في ستاندرد ريت الكومن هو الستاندرد ريت فعندي اكتوال اورز ماينس ستاندرد اورز فاداني الستاندرد ريت اللي هو 4 والاكتوال اورز 2500 والستاندرد اورز 2400. طيب الفرق ما بينهم 100 اور الاكتوال اكتر فطبعا الفرق هيبقى unfavorable 400. طيب عايزين نعمل كده كمان concept check نعيد على الموضوع تاني علشان نبقى حلينه كذا مرة. Hansen Incorporation it has the following variable manufacturing overhead standard علشان manufacture 1 ZP يعني 1 unit of the ZP product ايه الستاندرد 1.5 اور per unit of ZB والكوست بتاعها 3 per direct labor hour. last week الاسبوع اللي فات اللي حصل في 1550 hours actually worked من الليبر اللي عشان ننتج 1000 زيبر. طيب فالتوتال كوست بتاعي is 5115 فانا كده عرفت التوتال كوست اعرف اجيب الاكتوال كوست بير اور ازاي 5115 على 1550 وهيديني الاكتوال اور.
طيب اوكي تعالوا بقى نشوف ايه اللي مطلوب. المطلوب هنا ان احنا نجيب الريت فيرينس. الريت فيرينس يعني برايس فيرينس، يعني ديفرنس بتوين الستاندرد برايس والاكتوال برايس، يعني ستاندرد ريت واكتوال ريت. يبقى الثابت هو الكوانتيتي اللي هي الاكتوال اورز، يبقى اكتوال اورز تايمز الاكتوال ريت ماينس الستاندرد ريت، يبقى هو ده الحل بتاعي. الاكتوال ريت قدرت اجيبه لما قسمت التوتال كوست على التوتال اورز اكتوال فاداني 3.3، والستاندرد ريت موجود اوريدي 3، فالاكتوال ريت اعلى من الستاندرد ريت، يبقى اكيد الفرق هيبقى انفيفرابل، وضربناها في الاكتوال اورز اداني الفاريانس. طيب هنا بنتكلم عن الافشنسي فاريانس. الافشنسي فاريانس يعني اورز فاريانس، فانا بتكلم على الاكتوال اورز والستاندرد اورز، فيبقى الثابت عندي الستاندرد برايس، فيبقى ستاندرد برايس تايمز اكتوال اورز ماينس الستاندرد اورز. ستاندرد ريت عندي 3، اكتوال اورز موجوده 1550 اورز، الستاندرد اورز 1500. عرفت منين 1500؟ انه الستاندرد بير يونت از 1.5 اور، ضربتها في النمبر اوف يونتس اكشلي بروديوسد، فالمفروض كنت استخدم لها 1500 اور بس انا استخدمت 1550، يبقى انا استخدمت اكتر، يبقى الديفرنس اكيد ايه انفيفرابل، هضربه في 3 هيديني 150 انفيفرابل فيرينس. طيب نعملها بقى بالطريقه الثانيه اللي هي الطويله اكتر، تعالوا نشوف مع بعض. فدلوقتي احنا عندنا 1 و 2 3 اكتوال و فلكسبل و ستاندرد. الاكتوال اكتوال اورز في اكتوال ريت، والفلكسبل اكتوال اورز في ستاندرد ريت، والستاندرد ستاندرد اورز في ستاندرد ريت. اوكي طيب هنبدا زي ما قلت كده ان الفلكسبل دي في النص، بتاخد الاكتوال اورز من الناحيه دي وبتاخد الستاندرد ريت من الناحيه دي. خلاص دلوقتي انا هضرب الاكتوال اورز في الاكتوال ريت هيديني التوتال كوست فيريبل اوفر هيد، وهنا الاكتوال اورز هضربها في الستاندرد ريت هيديني 4650، وهنا الستاندرد اورز في الستاندرد ريت كله ستاندرد هيديني التوتال 4500. لما هطرح الفلكسبل من الستاندرد في وجود الكومن فاكتور ستاندرد ريت، يبقى الفرق في الاورز يبقى ده الافشنسي بتاع الفيريبل اوفر هيد، فالاكتوال اورز اكتر، فطبعا الديفرنس ايه انفيفرابل. طيب لو عملت الديفرنس بين 1 و 2 اللي ثابت عندي هو الاكتوال اورز، فالفرق هيبقى ما بين الاكتوال ريت والستاندرد ريت، هنا الاكتوال اكتر من الستاندرد، يبقى طبعا الريت فيرينس ساعتها برضو انفيفرابل. ولو جمعت الريت فيرينس مع الافشنسي فيرينس هيديني في الاخر الديفرنس بتوين ال 1 وال 3. اللي هو هيبقى 465 بلس 150 هنجمعهم على بعض عادي جدا هيديني 615 unfavorable. طيب اوكي في حاجة عايزين نقولها تاني على الماتيريالز variances، ان الكوانتيتي variance is computed only on the quantity used in production. ده صحيح، يعني الجزء الخاص بالكوانتيتي variance بيبقى ليه علاقه بقد ايه انا استخدمت ماتيريالز في برودكشن، ولكن البرايس فيرينس بيبقى ليه علاقه بقد ايه كوانتيتي انا اشتريتها. ولو تفتكروا هي دي كانت الميزه اصلا من ان انا افصل ما بين البرايس فيرينس والكوانتيتي فيرينس، عشان اقدر ان انا اعمل فيدباك على البرفورمانس الخاص بالبرشيسنج ديبارتمنت والبرفورمانس الخاص بالبرودكشن ديبارتمنت، لان البرشيسنج ممكن يشتري ماتيريالز وما تستخدمش فتبقى في المخزون، بس هي الجزء اللي احنا اشتريناه بنعمل بيه برايس فيرينس، اما بس الجزء اللي احنا استخدمناه في برودكشن هو اللي بنعمل بيه كوانتيتي فيرينس. طيب تعالوا نشوف بقى مثال على الفيرينسز ده. جليسر بيك اوت فيترز هاز ذا فولوينج دايركت ماتيريالز ستاندرد فور the fiber fill in its mountain in its mountains parka. عندي الستاندرد كان 0.1 كيلوغرام اوف فايبر فيل بير باركا، وكان الكيلوغرام ستاندرد كوست كان او ستاندرد برايس يعني كان 5.
خلاص. last month احنا استخدمنا 210 كيلو جرام، ده actual quantity ودي الستاندرد كوانتيتي بير يونت اللي هي 0.1، لكن دي الاكتوال توتال كوانتيتي. طيب احنا احنا اشترينا 210 اوكي ات كوست اوف 1029، بس استخدمنا بس 200 كيلو جرام، في فرق كبير ما بين الاثنين عشان عشان نعمل ال 2000 باركس. يا ترى البرايس فيرينس والكوانتيتي فيرينس هيبقوا عاملين ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. يلا نشوف بقى ازاي الماتيريالز فيرينس هيختلف بيزد على البرايس والكوانتيتي فيرينس. تمام، لما تبقى الكوانتيتي اللي هي بيرشيزد مختلفه عن اليوزد. تمام، طيب احنا عارفين انه البرايس فيرينس بيبقى ما بين الاكتوال خلاص وما بين الفلكسبل اللي هو عباره عن اكتوال كوانتيتي في اكتوال برايس واكتوال كوانتيتي في ستاندرد برايس. تمام، هنا الكوانتيتي تبقى purchased. purchased لان انا بتكلم على price variance. تمام، فهستخدم الكوانتيتي purchased، فهيبقى الفرق ما بين الاثنين based على الاكتوال كوانتيتي، فهيبقى actual price minus standard price واضربه في actual quantity فهيديني ايه الديفرنس، او اضرب الاكتوال كوانتيتي في الاكتوال برايس وبعدين اعمل ماينس الاكتوال كوانتيتي في الستاندرد برايس فهيديني في الاخر البرايس فيرينس. هنا كان الاكتوال برايس 4.9 والستاندرد 5، فعشان كده الفرق كان فيفرابل. في الماتيريالز بقى كوانتيتي فيرينس الموضوع مختلف. انا هنا بشوف الكوانتيتي، انه كوانتيتي الفرق ما بين الاكتوال كوانتيتي والستاندرد كوانتيتي. الاكتوال كوانتيتي اللي هي يوزد، والستاندرد كوانتيتي اللي هي الكميه اللي تم اوريدي انتاجها. فهي 0.1 في 2000 يعني 200 كيلو جرام، دي الستاندرد كوانتيتي تايمز 5 ده الستاندرد برايس، وهنا الاكتوال كوانتيتي يوزد كانت 200 مش 210. اوكي، انا اضطريت هنا اعمل فليكسبل بادجت جديده للكوانتيتي يوزد، مش نفسها الفليكسبل بادجت بتاعه الحساب اوف ذا برايس فيرينس، لان هنا بيرشيزد وهنا ايه يوزد، نفس الكونسبت اوف ذا فليكسبل بادجت بس بعملها مرتين، مره عشان احسب بيها برايس فيرينس ومره عشان احسب بيها الكوانتيتي فيرينس. فيبقى عندي هنا يوزد في ستاندرد برايس عادي جدا، فيبقى 200 كيلو جرام تايمز 5، فيبقى هنا الاساس هو او الكومن هو الستاندرد برايس والاختلاف اكتوال وستاندرد فيديني الفيرينس. فهنا كان مفيش فيرينس خالص، الستاندرد هو نفسه اللي انا استخدمته، فالفيرينس هنا زيرو، وطبعا مفيش ولا فيفرابل ولا ان فيفرابل. احنا اللي عملناه كاكتوال بيرفورمانس هو بالظبط هو اللي مطلوب مننا كستاندرد، فاحنا خلاص وميت ذا بنش بورك. طيب فبنعيد تاني انه علشان نحسب برايس فيرينس احنا لازم نحسب بالكوانتيتي بيرشيزد، فهيبقى الفلكسبل بادجت محسوبه مره بالكوانتيتي اكتوال كوانتيتي بيرشيز في ستاندرد برايس، ومره اكتوال كوانتيتي يوزد فور ستاندرد برايس، عشان الاكتوال كوانتيتي بيرشيز دي هتستخدم في فور ذا برايس فيرينس، والاكتوال كوانتيتي يوزد تستخدم فور ذا كوانتيتي فيرينس. وده علشان احنا لازم نفرق ما بين البرايس فيرينس الخاص بالبرشيزن ديبارتمنت وما بين الكوانتيتي فيرينس الخاص بالبرودكشن ديبارتمنت، وبكده نكون خلصنا الشابتر الخاص بالستاندرد كوستنج والفيرينسز. اتمنى يكون سهل بالنسبه لكم وبسيط. الفيكست كوست فيرينس هيبقى بسيط جدا جدا، هو الفرق ما بين الاكتوال والستاندرد، لانه الفيكست كوست مش علاقه اصلا باليونتس. وبكده نكون خلصنا كل التوبكس وكل المادة. اتمنى انها كانت مادة مفيدة جدا لحضراتكم. انا سعدت جدا بلقائكم في المادة دي. انا معاكم طبعا لاي اسئلة انتم حابينها، وان شاء الله يكون الامتحان سهل ويسير بالنسبة ليكم كلكم. استودعكم الله واشوفكم تاني على خير.